بص الأخطبوط، بسم الله بسم الله، ربنا يعافيكوا لما يتسلط عليكوا شيطان الجوع ويبتدي بقى يخليكوا تعملوا حاجات انتوا ما تخيلتوش ان انتوا تعملوها في حياتكم قبل كده. تخيل لما تكون قاعد في امان الله جعان ويطلع لك الفيديو ده. ولا الفيديو ده بفضل اقاوم كتير، بس قررت ان انا لازم اخد خطوه جديه في الموضوع ده، والنهارده هعمل نودلز بالميمي بالميمي بالبيبي اخطبوط. انا عندي هنا الميه بتغلي، فخليني احط فيها النودلز. انا جبت النودلز ده من ليدل، هحط منه شويه. انا بالنسبه لي ده افضل من اللي هو بيتعمل بالبيض. حطيت تقريبا 75 جرام، ومعايا اندومي هنا. انا هستخدم اندومي عشان بس التوابل اللي فيها. انا هنا بقى حاطه في الطاسه حته زبده، ومقطع معاها توم، نشيل دول، مقطع معاها توم صغير ممكن نبشره او نفرمه اي حاجه، انا بس احب اقطعه صغير، وحته جنزبيل صغنطوطه. طبعا الحاجات دي يا جماعه مش هي الوصفه الاصليه، هي الفكره ان انا عايزه اعمل حاجه تكون قريبه لثقافتنا، وفي نفس الوقت طعمها جميل، وتديك احساس ان انت بتاكلي بقى ايه، الاكل كوري بقى. فهنا الزبده ساحت، عايزه احط عليها بس شويه زيت عشان ما تتحرقش معايا. انزل بقى عليها بالايه، بالميني اخطبوط ده. انا جايباه من سيتي جروس، بيكون احيانا مجمد في بعض المحلات، بس انت وحظك. وهنا انا بسلق النودلز. على فكره فيكي ما تسلقيهاش وتحطيها مباشره، بس دي تكون فيها ميه كتير، ولكن انا ايه اما جربتها ان هي تتسلق لوحدها لقيتها افضل، وما بتعجنش زي ما بتحطها مره واحده في الحاجه. رغم اني معليه النار بس برضو نزلت ميه. احط عليها شويه فلفل اخضر، ده ما اعرفش شطه ولا لا، انا وحظي. هنزل عليها بصل. شكله جميل ازاي، كانه ورده، والله كانه ورده. بس مقطعه رفيع جدا عشان خاطر يستوي بسرعه. طبعا البصل اختياري، الفلفل كل حاجه اختياري على فكره. هتقولي امال ايه الاساسي في الوصفه، هقول لك هي النودلز. النودلز يعتبر خلصت كده. طبعا فيكم تعملوا بدل الاخطبوط تعملوا جمبري او صبيط او اي حاجه، بس خلي بالكم لو هتعملوا جمبري بتدوا الطشه الاولى مع التوم، بعد كده تشيلوه وتكملوا بقيه الخطوات وبعدين ترجعوا، لان الجمبري لما بيقعد كتير على النار بيشد كده يبقى طعمه مش حلو. بص البتاعه دي اتصغرت ازاي وبقت نونو، يعني نونو جدا، يعني على طرف المعلقه يا دوبك مش باينه مقارنه بالتانيين. دي بقى ايه، انا بحب اي حاجه حمراء الحقيقه، فايه نحط لها مش صلصه طماطم. هم السويدين ايه بس دلوقتي الكوريين بيستخدموا صلصه فلفل خاصه بيهم كده، تحس ان فيها جيلاتين لان هي بتدي لمعه للحاجه فعلا. ولكن انا لما جربتها ما عجبتنيش خالص، يعني لو جربتي منها كميه صغنطوطه كده اوكي، انما عايزه تحطي معلقه ولا اتنين استحاله مش هتقدري تاكلي الحاجه. فانا عملت ايه، انا استخدمت صلصه الطماطم دي، صلصه الطماطم التركيه، ده بيكون شكلها من جوه معجون طماطم، معجون قصدي معجون فلفل بس كده. طب ما عندكيش معجون الفلفل ده تعملي ايه، ممكن تستخدمي معجون طماطم. هي الفكره ان هي ايه اللون الاحمر يعني يكون موجود، بس انا جربت بده وجربت بده بصراحه، اللي بصلصه الفلفل احلى من اللي بصلصه الطماطم، واللي بالصلصه احلى من اللي بالدبس الفلفله. طيب بالنسبه للناس اللي اول مره يستخدموا فلفل، دي صلصه الفلفل زي ما قلنا ملمسها زي الصلصه بالظبط. طيب ديت دبس الفلفله، طب ايه الفرق ما بينها؟ بصوا دبس الفلفله بيكون عباره عن فلفل ومفروم في المفرمه وبس، ممكن اخد منه حته صغنطوطه تدي شطه فقط. بس طبعا دبس الفلفله مش ما يعوضكيش عن صلصه الفلفل، لان دبس الفلفله بيكون شطه وهتضطري تستخدمي منه كميه قليله، فمش هيديكي اللون اللي انت عايزاه، غير ان هو درجه الحمار بتاعته مش لطيفه، يعني مش هي اللي انت عايزاها بمعنى اصح. فهو بصراحه افضل حاجه لقيتها هي صلصه الفلفل او صلصه الطماطم. نحط شويه صويا صوص،
وننزل بقى عليها بالايه، بالنودلز. حطيت صلصه كتير انا، انا بحط شويه ميه عشان خاطر ما تلزقش في البتاع، لان هي الطاسه دي تستلس فالحاجه بتلزق فيها بسهوله، فمحتاجه سائل لحد ما بس يتجانسوا عشان ما تلزقش. حط بقى بهارات الاندومي، هي دي التوابل الوحيده اللي حطيتها تقريبا، لان بيكون فيها كل الاطعمه والملح وكل حاجه، يعتبر هو الملح اللي اخدته من التوابل ومن الصويا صوص. بكده خلصت معانا، وبكده تكون الاصفه جاهزه معانا. انا ما بحبش اغرفها في اطباق، بحب تاكل كده مباشره. بصوا الاخطبوط، بسم الله بسم الله. اللطيف ان الوصفه سهله جدا وسريعه وما بتاخدش وقت خالص، بس هي غير صحيه بالمره، بس هي حاجه كده عارفه اللي هي طقت في دماغك ولازم تعمليها، هي حاجه من الاشكال دي. لو الفيديو عجبكم ما تعملولوش لايك عشان ما يطلعش لناس تانية فتشوفه فتتعب وتجوع وتبقى عايز هي كمان تعمل. لا انا عملته وفشت غلي وضميري زي ما بيقولوا، فربنا يستر عليا. واي واحده حامل او جعانه بتتفرج عليا بعتذر لها، دايما انا بعتذر للحوامل والجعانين عشان حاسه بيهم. فان شاء الله القاكم فيديو جديد على خير. كنت معاكم اسماء الشريف، سلام عليكم. اوعوا تشيروا الفيديو، اوعوا.